كلامك في أجمل مكان. الشباب والرياضة. شفت ده؟ يا سلام، طب في المكان ده؟ أوكي، بس هكتب في إيه؟ فكر، ركز، اسمع. أوتدور برعاية انتصار غريب. الكاتب الصحفي عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، لو هتعمل إعلان أو الدور لشخص هيكون مين؟ هي البطلة المصرية العالمية نور الشربيني اللي انتزعت عرش الاسكواش من أنياب البريطانيين وحققت انتصارات كبيرة قوي سواء للمصريين أو للمرأة المصرية والرياضة المصرية. الكاتب الصحفي عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، لو هتعمل إعلان أو الدور أفيش فيلم هيكون إيه؟ إكس مين أبوكاليبتوس. الفيلم ده مليان إشارات مرعبة، إشارات فعلا تخلينا نقول هو السينما الأمريكية أو السينما الهوليودية دي بتبعت إشارات باسم مين؟ مين القوى الصهيونية اللي مسيطرة على السينما العالمية وبتبعت إشارات ليها علاقة بمصر، ليها علاقة بمحاولات العدوان على مصر، محاولات المساس باستقلال مصر، إيه حكاية الهرم معاهم، إيه حكاية الليفينج ديد، الرمز الماسوني الشهير اللي بيطلع في الأفلام دلوقتي وبقى بطل وبقى بطلة وبقت أفلام ومسلسلات والكلام ده. مصر في قلب العالم ومصر في قلب الإعصار أو في عين الإعصار، وربنا يحفظ مصر وينصرنا دايما. الكاتب الصحفي عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، لو هتعمل إعلان أو الدور لأغنية. والله يا حبيبي حسين الجسمي المطرب الإماراتي اللي أنا بعتبره أنه خلاص بقى مصري، وهو أحدث أغنياته طبعا جميلة جدا، وحشتني ضحكتي. الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، لو هتعمل إعلان أو الدور لمنتج من المنتجات. أتمنى أن أنا أشوف في مصر مصنع السيارات اللي بحلم بيه لبلدي. كان عندنا مصنع سيارات أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، سيارات نصر. سيارات نصر كان في يوم من الأيام هي السيارة الوحيدة المنتجة في العالم الثالث كله. كاتب الصحفي عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، لو هتعمل إعلان أو الدور لمؤلف من المؤلفات. رواية هيبتا اللي حققت نجاح كبير قوي. كاتب الصحفي الأستاذ عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، هتعمل إعلان أو الدور لشعار هتكتب فيه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الكاتب الصحفي عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، أو الدور بيستفزك جدا لما بتشوفه. صورة رقاصة وعليها تحت الأفيش رمضان يجمعنا. أنا بقول إن رمضان تصفد فيه الشياطين، فإذا بتطلع علينا العفاريت. الكاتب الصحفي عمرو عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة مصر الجديدة، هتعمل الأول دور اللي أنت عايز تعمله، لكن هتحطه فين؟ في ميدان التحرير، مكان كلنا بنعتز بيه في مصر، ميدان الثورة. ميدان الثورة، ميدان الحرية. من ساعة ما اتعمل هذا الميدان هو له كيان وله معزة خاصة جدا في قلوب المصريين. أوتدور برعاية انتصار غريب.